بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. اهلا بكم احبائنا واخواتنا في حلقتنا المفهوم المسيحي اللي هي الجنس في حياتنا المسيحيه، والتساؤلات اللي بتدور في الاذهان واللي بنتعرض لها كبار وصغيرين عن هذا الموضوع في اجابات قصيره مركزه على قدر الامكان. نقطة مهمة جدا بنحب انها تكون واضحة قدامنا وقدام اولادنا كمان، لو جت يعني فرصة ان نشرح لهم مثل هذا الامر عن تكريم الجسد في الحياة المسيحية. ودي نظرة شاملة بناخدها من خلال احد اهم عناصر ايماننا واللي بنحتفل بيها كل سنة في عيد ميلاد السيد المسيح او عيد التجسد الالهي. وتعبير التجسد بمعنى ان الله اتخذ له طبيعة بشرية، طبيعة جسدية، اتخذ جسد من السيدة العذراء. عشان كده احنا حتى في شهر كهف بنبقى كله مشغولين بسر التجسد وبتكريم العذراء، لان هي التي اختارها الله لكي يتجسد منها ويأخذ الطبيعة البشرية منها. وهنا بنقف قدام مشهد جميل جدا، الله عندما خلق الانسان لن نخلق الله على صورتنا كمثالنا، بعدين يجي السيد المسيح وياخد الجسد الإنساني وكأنه بيقترب إلى الصورة التي خلقها والشبه الذي خلقه لكي يعطينا الناحية هذه الحياة في حياتنا الشاملة، مفهوم الجسد ككل. حتى إن أحد آباء الكنيسة القديس غريغوريوس يقول كده: حين الله خلق الإنسان حسب صورته فإن كلمة الإنسان لا تعني النفس وحدها ولا الجسد وحده، بل كليهما معا. يعني من فكر الله أن الروح البشرية متحدة مع الجسد البشري، والجسد من أول خلقة الإنسان هو الوعاء، الخيمة التي تعيش فيها الروح، علشان لما يكون اهتمامنا بالعمل الروحي يكون يصاحبه أيضا اهتمامنا بالعمل الروحي في الجسد الإنساني. وفي أسرار الكنيسة لو نلاحظ كلها بتتعامل مع الجسد، مع أنها هي أسرار روحية ونؤمن فيها أن العمل الروح القدس بيعمل في طبيعتنا البشرية. في المعمودية بناخد ميلاد جديد، موت وقيامة، في سر الميرون بناخد فيه تثبيت الكيان الإنساني المتكون من الروح البشرية والجسد البشري، بيثبت فيه الروح القدس، والروح القدس بيسكن فيه ويصير الإنسان وعاء للروح القدس أو لعمل الروح القدس فيه. في المعمودية بنموت ونقوم بحد ما نوصل إلى سر الزيجة، وفي سر الزيجة بيتحد الجسد الذكري مع الجسد الأنثوي من خلال المحبة التي تربط الزوج والزوجة في سر واحد وفي كيان إنساني واحد. وحتى هما الاثنين بعد كده بيرجعوا يتحدوا ايضا بالسيد المسيح في سر الافخارستيه. وهكذا بنجد ان الروح القدس بيعمل في كل اسرار الكنيسه من خلال الجسد، وهذا تكريم للجسد في ايماننا المسيحي وفي مفهومنا الكنسي. حتى ان التقليد اللي كلنا عارفينه وهو تكريم اجساد القديسين، نحن نكرم بقايا او رفات من هذا الجسد اللي عاش فيه القديس من مئات السنين او من عشرات السنين او ايا كان عمره وزمن مولده، لكنها نحن في الكنيسه نكرم هذه الاجساد لاننا نؤمن ان الجسد البشري اللي احنا يعني البقايا العظام اللي تكون عندنا او العظام الموجوده هي ليست كل الجسد، ولكنها ايضا نؤمن ان الروح القدس عمل في الروح البشريه المتحده بالجسد البشري، وده تكريم لجسد الانسان. واعظم تكريم كان في الاول هو ان الله صار انسان، الله اتخذ جسدا، اتحد الطبيعه الالهيه اتحدت بالجسد البشري بما فيه من غرائز، بما فيه من احاسيس، بما فيه من مشاعر، بما فيه كل ما في الانسان تقدس بعمل الروح القدس فيه، وباتحاد الابن الله الكلمه بالجسد البشري. حتى ان معلمنا بولس الرسول في ايه جميله في رساله فيليبي لما بيتكلم على تجسد المسيح يقول كده انه ان كلم عن المسيح انه اخلى ذاته اخذا صوره عبد، العبد هو الانسان، صائرا في شبه الناس
وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه فأطاع حتى الموت موت صليبه. وكأنه بيذكر الإنسان 3 مرات في شرح تجسد الله في طبيعة الإنسان. وهنا نقف قدام هذا النموذج وننظر من خلاله إلى الغريزة الجنسية لأنها جزء من هذا الإنسان. السيد المسيح لما أخذ الجسد، أخذ الجسد بكل ما فيه، المشاعر، الانفعالات، الغرائز، كل هذا أخذ لكي يقدسه. لما بنشوف بنت أو ولد ابتدوا يدخلوا في فترة المراهقة ونجد فيهم تغييرات في جسمهم وهم يجدوا تغييرات في جسمنا، احنا احيانا بنحسسهم ان هذه التغييرات هي نجاسة وخطية. لا، واحيانا الشعور ده يعني بيبقى في ذهن الشباب والشابات حتى سر الزواج. كثير جدا من الشباب احيانا يشتكي، طب ليه ربنا سابنا نتحارب روحيا بالغريزة الجنسية ونتغلب منها؟ طب ليه ما اجلهاش واحنا شباب صغيرين عندنا 13 14 15 سنه ويبتدوا حتى يتحاربوا بهذه؟ لكن مهمتنا اننا نعلمهم انها قداسه ربنا اعطاها لهم مؤجله التنفيذ لكي يكون الانسان ناضج نفسيا وفكريا لكي يستعملها بنضج روحي وبنضج انساني مقدس تنظر الى الكنيسه كسر مقدس. ختان المسيح كمان في يعني تقليد قديم من العهد القديم ان الختان بيقطع لحمه الغرله، جزء من لحمه الغرله، والبعض الاباء قالوا فكره كويسه جدا، وهو ان الختان ده بيقطع غرله الانسان من العضو الذكري للطفل الذكر، وهذا الجزء اللي بيموت بيرمز الى موت الطبيعه الفاسده وموت الخطيه اللي بعد كده بنناله من خلال المعمودية. لكن الجميل أو العجيب أن ربنا يحدد الغرلة دي في العضو الذكري للطفل، وكأنه يقول لنا خدوا بالكم أن من خلال هذه الأعضاء اللي أحيانا النظر بتنظر لها أنها قبيحة، من خلالها الله يقدس الجزء إنسان كله، ويصير عمل الختان في العهد القديم كأنه علامة على أن هذا الإنسان صار من شعب الله من خلال دي. ايوه، خلال دي. وفي العضو ده بالذات، في العضو ده، لان هذه الاعضاء التي نظرنا انها قبيحه هي مدخل لعمل الروح القدس ايضا في حياتنا كلها. وكده بنجد ان السيد المسيح بعمل ختان كانه بيختم على الجسد البشري من هذا المكان لكي يقدسه كله ويصير الانسان عضوا، وفي عهد بين الله والانسان من خلال جسد الغرل، لحمه الغرله. ايضا من جمال مفهوم التكريم الجسد ان احنا نؤمن ان السيد المسيح بعد ما قام من الاموات جسده الانساني اللي اخده واتحد بالطبيعه اللي هي قد اخذ طبيعه ممجده وصعد بها الى السماوات، فكان ان هذه الطبيعه الجسديه الانسانيه الطبيعيه ان اخذت يعني جسد روحاني نوراني وصعد به المسيح. فكأننا نؤمن ان هذا الجسد بتاعنا الخاص بينا اللي احنا بنحارب منه واللي احنا احيانا بنسقط من خطايا وبتكون يعني سبب تعب لكثيرين سواء بنات او اولاد في جسدهم في سن المراهقه، واذا ما تعاملناش معها بطبيعه روحيه سليمه احيانا بتبقى مع الانسان حتى بعد سر الزواج وبتتعبه نفسيا جدا وروحيا جدا. هذا الجسد بكامل كيانه بعد ما أخذ الطبيعة المجددة صار في السماء، ويصير هو يعني علامة أو رمز لجسد الكنيسة، أو الكنيسة جسد المسيح في الكامل. هذه زي ما بيقول بولس الرسول في رسالة الكورنثوس الأولى إصحاح 12 يقول الأعضاء التي يعني تبدو قبيحة أعطاها الله كرامة خاصة. الآية دي الحقيقة يعني بتخلينا ننظر إلى الأعضاء الجنسية بكرامة أكثر وبفهم كنسي روحي أكثر. الأعضاء التي قد لا تبدو جميلة أو الأعضاء اللي أظن أنها ضعيفة أو التي نظن أنها أضعف نحسب أنها بلا كرامة، هل صار لها كرامة من أجل أن الله قدس الأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل؟ يقول كده معلمنا بولس الرسول، افضل. واما الجميله فينا فليس لها احتياج، جميله حسب الظاهر الخارجي.
الإنسان في طبيعته البشرية تكرم الجسد الذي أعطانا إياه باتحاد الله فيه. عشان كده القديس كليمندوس الإسكندري يقول عبارة جميلة جدا، يقول لا يجب أن نخزى من الأعضاء التي لم يخزى الله أن يخلقها. وهنا بنصحح المفهوم اللي عند بعض الناس إن غريزة الجنس دي غريزة قبيحة أو غريزة يعني مؤلمة أو غريزة سبب سقوط أو سقطية. لا، دي ممكن تكون سبب فرح وكرامة، والله بيستخدمها في خلقة الإنسان. عشان كده لابد أن نعطي أعضائنا الجسدية دي والجنسية دي كرامة أفضل. ومن هنا نفهم أن الجسد في المسيحية له كرامة خاصة من خلال اتحاد الطبيعة اللاهوتية بالطبيعة الجسدية الإنسانية في سر التجسد. ولله المجد دائما أبدا آمين.